والله انقهرت عليها من كل قلبي لسبب لما حكت لي ام عصام القصه. ايه والله معك حق، يعني انا لحد هلا مو فهمانه، عصام بده يسافر يختص، كان ياخذ مرته معه ليش يتركها هون؟ ما كانت بتقدر تروح معه، لانه امها كانت كثير تعبانه وما فيها تتركها. وفوق هذا كله بعد شهرين ثلاثه بيبعث لها ورقه الطلاق، لك المسكينه حتى ما لحقت تضب اغراضها وتلحقه. مع انه هي والله ما في منها. ليش وكنتهم الثانيه مو هيك؟ هي ريتها حبيبه قلبي. بس بتعرفي هي كمان كثير حظاتها قلال، يعني صحيح تزوجت احمد وبتحبه ومبسوطه معه، بس كمان حرمت من اهلها وضلوا حرقه بقلبها، وقت بقول لكم انه الزواج مصيبه والرجال ما بيجي من وراهم غير الهم صدقوني. وانت ووسيم؟ شبنا انا وسيم؟ شبكي انت ووسيم؟ نسيتي القتل اللي كنتي تاكليه من ابوكي واخوكي مشانه؟ وياما نصحتك وقلت لك يا بنتي والله اخوكي بكسرك. كنت تقولي لي بحبه يا ماما، بحبه ما فيني اعيش بدونه. ماما هي قصة ولدني وحب مراهقة، شو فتحها هلا؟ حب مراهقة؟ لك يا بنتي انا اللي بعرفك منيح. انت لما بتحبي بتروحي دبلك وصعب انك تنسي. رغم القتل اللي كنتي تاكلي من ابوكي واخوكي كنتي تروحي وتشوفيه. ولك بدفع عمري بس اعرف ليش وقتها تركتيه وتجوزتي ناصر اليوسفي. احكي لي شو صار وقتها؟ ماما بوس ايدك، شو له طعم هالحكي هلا؟ لاني شفتك كيف كنت ملبكه وقت كان واقف جنبك، لك لمعت عيونك تغيرت، سمعت دقات قلبك. انا رح اطلع لفوق اكمل شغلي فوق.